وخلينا نبدأ بتستينج هاي البيج اللي اسمها التو دو بيج. وهاي التو دو بيج مقسمه الى 2 فانكشناليتيز رئيسيه. اول اشي اللي هي اللي اسمها التحيه، زي ما انتم شايفين انا لاني عم بصور بالليل طالع عندي هون التايم تو سليب، فهاي فعليا المسج اللي بتبين هون، وحسب الريكويرمنت اللي احنا قرأناها انه اذا كانت الساعه بعد ال 12 بالليل المفروض يطلع لنا هاي الرساله اللي هي التايم تو سليب، ولكن اذا فتحنا الصبح المفروض انه يبين لنا جود مورنينج، اذا فتحنا الظهر لازم يطلع لنا جود افترنون، وهكذا. وبرضه كمان الاسم هون في إله شروطه، فخلينا بهذا الفيديو نكتب كل التست كيسز تاعت الحاتم او الاسم هاي، وبالفيديو اللي بعده غير نشوف كيف احنا راح نغير الابليكيشن او البراوزر التايم حتى نتأكد من كل هاي السيناريوز. فإحنا لو نيجي نرجع على الكود، فأنا ما بدي أورجيكم الريكويرمنت، نروح دايركت على الكود غير نشوف إنه الاسم في إله شروط. أول إشي إذا ما كانش في اسم، اللي هو إذا كان الاسم فاضي، أو إذا كان الاسم أقل من حرفين، أو إذا كان الاسم يحتوي على الآت، أو إذا كان الاسم فيه دوت، فبهاي الحالة الموقع مش المفروض يرجع الاسم زي ما هو، المفروض يرجع كلمة يوزر بداله زي هيك. فالمفروض تكون time to sleep user بدل time to sleep حاتم. فإحنا لو بدنا نبدي التست كيسز، طبعا أنا بناء من هذا الفيديو طالع ما راح أروح وأعبي تشيك ليست، لأنه خلص المفروض صارت عندكم القدرة إنكم تبنوا أي تست كيس أو أي تشيك ليست إنكم بدكم إياها. فهلا هون إحنا بدنا نركز على التكنيك تاع المانيوال تيست، وإنه الريزلتس الباس والفيل، وإنه كيف نلاقي المشاكل. فأول تكنيك بدنا نتعلمه اللي هو إحنا كيف نحل هاي التستينج، او انه كيف بدنا نعمل تستينج لهذا الاشي. هلا لو نيجي نشوف في عنا 1 2 3 4 شروط احنا لازم نشيكهم، وحسب الايكويفالنس بارتيشننج انه احنا لو نعمل تيست لكل كيس، او انه ناخذ تيست داتا واحدة عن كل جروب، فهذا الاشي يعتبر كفاية انه احنا نضمن الجودة. هلا كيف احنا بدنا نعمل اكسكيوشن؟ كيف بدي احط اسم فاضي؟ لانه احنا لما نيجي نعمل ساين اب المفروض ما يسمح لنا اذا كان الاسم فاضي او اذا انه كان اقل من حرفين. فاحنا كيف فعليا بدنا نضيف على الداتابيز اسم انه يكون فاضي، وبعدين نعمل تيست على هذا الموضوع؟ ويل هلا في عنا حلين لهذا الموضوع. اول حل لو بدي اتست انا اول سيناريو اللي هو يكون الاسم فاضي، انا بقدر اجي على الداتابيز لانه انا عارف انه هاي هي الداتابيز زي هيك، انا بقدر بعرف اني انا عامل لوج ان على هذا الاكاونت، وبقدر اجي هون على الداتابيز واجي اغير الاسم واحطه فاضي زي هيك، اني احط الاسم فاضي، وكل اللي علي اسويه اني اكبس ابديت. طبعا انا هون انا عملت ابديت غلط، خلينا نرجع احسن لا يتزعل منا هاي الداتابيز، انا حاط اشي زيادة، نعمل ابديت. فاحنا هيك سوينا الاسم فاضي. فاحنا اجينا على الداتابيز عملنا كويري، لقينا اليوزر اللي احنا عاملين عليه، عملنا ابديت لفاليو عشان انتست هاي السيناريو. فهلا لما نيجي نعمل ريفرش وحسب الكود تاعنا اذا كان الاسم فاضي لازم يرجع لنا كلمة يوزر بدل حاتم. خلينا نعمل ريفرش ونشوف شو بصير. نعمل ريفرش، نعمل ريفرش، خلينا نتأكد. اوكي ليش عمل ريفرش هلا؟ ليش؟ لانه هاي الفاليو ما بتيجي دايركت من الداتابيز، هي بتكون جاية او الابليكيشن بيقرأها من اللوكال ستورج. لو نيجي هون على اللوكال ستورج غير نلاقي الاسم، فالاسم ما تغير فعليا، احنا غيرناه بالداتابيز. فهلا احنا كيف بنقدر نجيب الاسم الابديتد من الداتابيز؟ انه نعمل لوج اوت ونرد نعمل لوج ان مره ثانيه. هات حاتم هتعمله دوت كوم تيست 123 مع علامه التعجب. فهلا المفروض انه يضيف الاسم فاضي. فلما نيجي نكبس على اليوزر زي ما انتم شايفين الاسم الاول فاضي، لانه هلا صارت ابديتد من الداتابيز ورجع لنا الابلكيشن يوزر. ف
فهلا احنا بنقدر نسوي كل هاي الخطوات، انه نضلنا نروح على الداتابيس نعمل لوج اوت بعدين لوج ان مره ثانيه ونتاكد اذا انه الاسم صح او لا، ولكن احنا كمان عرفنا انه هذا الاسم موجود باللوكال ستورج، وفعليا هاي الداتا اللي احنا بنشوفها هون بيقراها اليوزر من اللوكال ستورج. فاحنا لما سالنا الديفلوبر حكينا له هاي يا ديفلوبر احنا من وين بنجيب الفاليو تاعت هذا الاسم، راح يحكي لنا والله من اللوكال ستورج. فاحنا بنيجي بنفتح الكروم، بنروح على الابلكيشنز، بنروح على اللوكال ستورج، وانا شرحت لكم اياها بفيديو. بنيجي هون بندور على الفاليو اللي احنا مهتمين فيها، فاحنا بنيجي على اخرها، بنيجي نكبس هيك دبل كليك، المفروض انه نروح على الاخر لانه الاسم هون. هلا هون احنا بنقدر ندخل الداتا تاعتنا ونعمل التست. اول كيس كانت فاضي، اوكي تمام الامور. خلينا نجرب اسم من حرفين تي في على سبيل المثال، بنعملها ابديت، نعمل ريفرش، المفروض انه رجع لنا التي في. فهلا هون في عنا مشكلة لانه مش لازم يقبل اقل من حرفين. فهلا هيك احنا دخلنا اسم من حرفين المفروض انه يرجع لنا اليوزر، ولكن احنا الكود عارفين انه هو غلط لانه لازم يكون على عمدا احنا حطينا غلط، لانه لازم يكون اقل او يساوي زي هيك، ولكن احنا عن عمد حطينا هذا المشكلة بحيث انكو ترفعوها. فهلا هون احنا دخلنا اسم من حرفين، فالمفروض انه يرجع لنا كلمة يوزر مش يرجع لنا كلمة تي في. فاحنا بهاي الحالة بنيجي نبعث بج ريبورت، بنرفعها، بناخد سناب شوت، بنورجيه صورة هذا الاسم اللي مع حرفين، وبالتالي غير يعرف انه في مشكلة. فالديفلوبرز راح يجوا يشوفوا المشكلة، يعرفوا ان المشكلة هون انه احنا لازم نضيف الايكوال ونعمل سيف ونرجع. فبهاي الحالة المفروض انه يبين لنا اليوزر واحنا بنعمل ريتستنج ونتأكد انها تصلحت، ولكن راح يكون في جزء كامل للتصليح. فهاي هي المشكلة الثانية تاعتنا، بدي اياكو انكو تجربوها وتطلعوا التي في او اي اسم من حرفين، وبدي اياكو تاخذوا سناب شوت الها وتيجوا على التشيك ليست تاعتنا، ونيجي على البج ريبورت تاب، وبدي اياكم تعملوا كوبي لكل هاي الديفكت ريبورت ونحطها هون، وتكتبوا بج ريبورت كامل عن هاي المشكله انه اذا دخلنا اسم من حرفين المفروض انه يرجع لنا ايرور، او المفروض انه يرجع لنا كلمه يوزر ولكن هو بيرجع لنا الاسم. مهم جدا انه نكتب كل الباجز، لانه احنا باخر هاي الدورة لما نخلص التستنج غير نبعث هاي الباجز للديفلوبر، والديفلوبر يحل لنا المشكلة وراح يبعث لنا الفيرشن 2.0 اللي فيها تصليح هاي المشاكل. واحنا من دورنا راح نشوف شو دورنا احنا كتستر لما تنحل المشكلة، واحنا ايش لازم نسوي وكيف بدنا نتأكد انها هي انحلت او لا. فمشان هيك بتسجلوا كل الباجز تاعتكم. فإلى الآن المفروض لازم يكون لنا أو موجود عنا 3 باجز. أول باج اللي هي رفعناها اللي هي بالساين اب بيج، ثاني باج اللي انتو لقيتوها باللوج ان بيج ما راح احكي عنها هلا، راح احكي عنها لما نيجي نصلح كل المشاكل، وثالث باج اللي هي هاي بالتودوز بيج لما يكون الاسم من حرفين. خلينا نكمل التستنج. هلا هيك احنا دخلنا اسم من حرفين كانت فيل، خلينا ندخل اسم اكثر من حرفين حاتم ولكن يحتوي على الات. فاحنا عندنا شرط انه اذا كان الاسم يحتوي على الات المفروض انه يرجع لنا يوزر، وبالفعل رجع لنا يوزر، فمعنى هاي التست كيس انها صح. نيجي على اخر كيس اللي هي نحط الدوت بالاسم، فعملنا ابديت، نعمل ريفرش، برضو كمان رجع لنا يوزر، فالتست تاعتنا باس. واخر اشي خلينا نتأكد انه ندخل اسم صح غير الحاتم، خلينا نحط جوردن على سبيل المثال. فبهاي الحالة اذا نحطينا الاسم جوردن وعملنا ريفرش المفروض يرجع لنا الجوردن. فهلا هيك احنا سوينا تيست لهاي او الكونديشنز او الشروط تاعت الاسم الاول. خلينا نشوف الفيديو الجاي كيف بدنا نلعب بالتايم حتى نغير او نتأكد من كل greetings او المسجات depends on time. فبنشوفكم بالفيديو الجاي.